بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية لقائنا تشرفنا بزيارة قناة الرابعة على دائرة ولاية المنصور. فيما يخص أعمال قسم النظافة، أعمال قسم النظافة على 4 وجبات، جهد آلي وبشري، وجبة صباحية، وجبة مسائية، وجبة ليلية، وجبة فجرية. مع هذا غسل الشوارع وإزالة التجاوزات وإنجاز كافة شكاوي المواطنين. الخدمات يعني الوشاش، احنا نريد المواطن يساعد ويا البلدية، ما يذب الأوساخ بالشارع، ما يذب الشغلات بالشارع. وهذا احنا منطقة فقيرة ومنطقة شعبية مثل ما يقولون، وكلنا نساعد المشي الحال، يعني بس نريد المشي الحال. شوية ضعيفة الخدمات، مش اي أيوة والله، بس نريد شوية نتحسن على الخدمات مالتنا شوية، اي يعني شوية تقدم يصير بها، نظافة شوية، اي كابسات. ولازم كل منطقة، لازم كل واحد، كل مواطن يساعد ويا البلدية ويساعد ويا الجهات التنظيف والمنطقة. يعني لو أنا مثلا هسه مثلا أساعد وياهم، ما يكون هناك خلل بالمنطقة والهذا.